هز انفجار عنيف بوابة معسكر المشاريع التابع لميليشيا الحزام الأمنية الموالي للإمارات في عدن جنوب اليمن. وقال شهود عيان أن عبوة ناسفة زرعت في حاوية قمامة قبالة المعسكر انفجرت محدثة دويا هائلا، ويعد هذا الانفجار الثاني الذي يهز عدن بعد أسبوع من الهجوم الذي استهدف مطار المدينة وأودى بحياة 27 شخصا. إلى ذلك أعلن رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عن عيدروس الزبيدي تمسكه بانفصال جنوب اليمن، معتبرا أن الحديث عن دولة اتحادية أصبح من الماضي بعد انقلاب الحوثي. جاء ذلك خلال مقابلة متلفزة مع قناة إماراتية. وتنص وثيقة مخرجات الحوار الوطني شامل باليمن على معالجة الأزمة الجنوبية في إطار دولة اتحادية من 6 أقاليم. وتعليقا على إعلان الزبيدي، اعتبر وكيل وزارة الإعلام اليمنية محمد قيزان أن التصريحات تمثل ردا إماراتيا واضحا على مخرجات قمة العلا. مشاهدينا، للمزيد أرحب بضيفي عبر سكايب من كارديف دكتور علي سيف، رئيس المركز اليمني الخليجي للدراسات. أرحب بك دكتور علي. يعني برأيك، ما طبيعة هذا التفجير؟ هل هو هجوم أم افتعال أزمة؟ والله يا أخي، أنا في تصوري أنه هناك العديد من الجهات في عدن لا تريد الاستقرار لعدن ولجنوب الوطن. وأعتقد أنه يعني من الصعب ومن يعني الآن السابق لأوانه أن احنا نحدد المسؤولية على جهة معينة، لكن حاليا الأمن هو تحت مسؤولية يعني المجلس الانتقالي، والذي هو تحت إشراف الإمارات العربية المتحدة. وأعتقد أنه حاليا هم يعني عملهم ليس يعني عمل جيد لحفظ الأمن في اليمن. نعم. طيب، ولكن هذا التفجير يأتي بعد أسبوع من الهجوم الذي جرى، وكما تعلم، على مطار عدن لدى وصول الحكومة اليمنية. وبالتالي يعني، والمجلس الانتقالي كما تفضلت هو المسؤول عن الأمن في عدن وفي مناطق كثيرة من جنوب اليمن. ألا يشير هذا إلى أنه الهدف واحد، وهو منع الحكومة من تأدية أعمالها ومن فرض سيطرتها على المنطقة؟ أعتقد هذا هو الهدف الرئيسي. للأسف الشديد، نحن الآن في موقف يعني مضحك في نفس الوقت ومخزي. يعني جاءت حكومة الرئيس هادي، جاءت ضمن اتفاق في الرياض، وعلى ما يبدو أن لا أحد يلتزم. لو أنهم التزموا وأسسوا قبل وصول الحكومة يعني تغييرات في الأمن، حتى يكون جميع الجهات الأمنية تحت سيطرة وزارة الداخلية للحكومة الجديدة، لما حصل كل هذا. لكن للأسف هناك جهات كما ذكرت لا تريد الأمن والاستقرار لجنوب الوطن، وأيضا هي لا تريد للحكومة أن تنجح حقيقة، لأنه هذا يضع على الحكومة عراقيل كثيرة. ليس يعني هو كان، شوف، تفجير مطار عدن كان رسالة أولية، لكن الآن نحن نرى أنه هذا التفجير بعد مطار عدن حصل انفجار أيضا في خور مكسر قبل 3 أيام أو يومين، والآن الانفجار يعني انفجار أمس. يعني حقيقة هذه مهزلة أمنية، مهزلة أمنية بكل المقاييس. نعم. طيب، أنت تحدثت دكتور علي، المعذرة ولكن لأنه الوقت ضيق جدا، أنت تحدثت قبل قليل وقلت جنوب الوطن، ولكن عيدروس الزبيدي له رأي آخر ويتحدث عن انفصال الجنوب كدولة مستقلة. برأيك، هل لهذه التفجيرات كلها علاقة بهذا الحديث عن الانفصال؟ وألا يعد ذلك أصلا حديث الزبيدي عن الانفصال نقضا لاتفاق الرياض؟ الحقيقة أن نضع يعني بدون أدلة، أن نضع اللوم على جهة معينة دون الأخرى، هناك كما شرحت لك جهات أخرى كثيرة لا تريد الاستقرار ولا النجاح للحكومة اليمنية الجديدة. لكن هذا قيل، نحن نحمل المسؤولية على دول التحالف إجمالا، وأولهم المملكة العربية السعودية التي هي راعية اتفاق الرياض. نحن نطالب المملكة العربية السعودية أن تتحمل مسؤوليتها، إن
إلا إذا كانت يعني الآن الشعب اليمني، كثير من الشعب اليمني، جهات كثيرة من المفكرين ومن حتى من المسؤولين يروا أن المملكة العربية السعودية هي تشجع الإمارة على عملها في جنوب الوطن، وتشجع أيضا، ومن ثم يعني يترك المجال للانتقال أن يعمل يعني كل أنواع التمرد على الدولة. وكما نقول لا نريد أن نحدد السبب للتفجيرات من جهة معينة، ولكن إن طرح الأمر للحكومة أن يعني تحافظ على الأمن، وزير الداخلية الجديد يعمل إجراءات لاستتباب الأمن، أعتقد الأمور بتنجح، لكنهم لا يريدونها أن تنجح، يريدونها فوضى حتى تبقى يعني المهرة في يد السعودية، والميناء، الموانئ، والجزر في يد الإمارات. وكنا نتمنى من الأشقاء في الإمارات أن يروحوا يحرروا يعني الجزر حقهم من إيران، بدل ما يجي يتعنتروا على اليمن ويعملوا هذه المشاكل كلها في اليمن. أشكرك جزيلا دكتور علي سيف، رئيس المركز اليمني الخليجي للدراسات، كنت معي عبر سكايب من كارديف.